السلام عليكم، صبحكم الله بكل خير. الكل من يتابعني عساكم دوم ان شاء الله بالخير والصحه والعافيه، والحمد لله رب العالمين. انقضى عيد الفطر الحمد لله بدون احزان بدون امراض، كنا مستانسين فرحانين، وربي دوم يفرحكم ويعطيكم الصحه والعافيه. وعلى طول اليوم على الزراعه، صار فتره طويله ما يعني جابلتها واهتميت فيها. اول الشهر الفضيل عقب عيد انشغلنا عنها، واليوم عاد جايين نعوض. قطعت شوية من الفروع الأفرع الفيفاي بحيث ان اباها تطلع على فوق، لانه ما شاء الله منتفشة بالعرض، اباها تطلع شوية على فوق. فقطعت افرع منها، وهيش اللي بسويه اليوم، ابا ارش الشير بالرماد. الرماد وما أدراكم ما الرماد. الرماد مفيد جدا حق الشيار، تعالج المشاكل اللي تكون في الشيار، تقوي التربة. بس عندكم فترة قصيرة وما شاء الله تبارك الرحمن بتشوفوا الشير كيف يتقوى ويطلع على فوق أكثر وأكثر. ففوايد الرماد وايد زين. جبت رماد وخلطته مع الماي مثل ما انتم شايفين، رماد خلطته مع الماي، ومن عقبه عاد برشه تحت الشير الموجود عندي. هذا الرماد مغذي جدا للشير وايضا للتربه. متابعيني، اذا متابعين من قبل عارف شايفين قبل كيف كانت صغر الفيفايه من صغيره لين ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا الحين حتى الفرصاده من كانت عود واحد صغيرون لين ما شاء الله تبارك الرحمن، مثل ما انتم شايفين الحين كيف متفرعه. عندي مشكله بس وحده عندي في البيذامه شويه فيها مشاكل، لكن اليوم بحط لها الرماد. صورت لكم اياها اليوم كيف شكلها، وبعد اسبوع بعد ما استخدم الرماد ان شاء الله بصور لكم اياها كيف بتكون باذن الله تعالى، لان شوفوا معاي بتبني وايد، فان شاء الله يتحسن نموها باذن الله تعالى من بعد ما استخدم الرماد. اخلط الرماد كله ويا الماي، جالس اطلع فقاعات بعد ما يانس، انكسرت فيها توها، خلطت زين، عقب عاد احطه على الزراعه. التراب طبعا اكبه في التراب وين الزرع، وايد مثل ما قلنا وايد في فوايد الرماد، وبعضهم يرش لك ذي، يعني يجيب رماد ويرشه في التربه ومن بعده يسقي بعد طريقة صحيحة. لكن إذا تبوا على طول يعني تحطوه مع بعض الماي، تخلطوا الماي مع الرماد مع الماي وتكبوه على الزراعة على التراب، هذه الطريقة أسرع يعني، عرفتوا، بدل عن ترشوه كذي ومن بعد تسقوه. كلتا الطريقتين صحيحة، بس أنا أحب أسوي هذه الطريقة. هذا خليط الرماد ويا الماي، نبدأ نسقي الزرع بالرماد. بسم الله، سقينا البيدامة ونمر عليها كلها. بعد نمر على كامل الزرع نسقيه بالرماد ونرجع لكم ان شاء الله. خلصنا كمية الرماد كلها اللي خلطناه مع الماي، سقينا الزرع كله، لفينا على البيذامة على الفيفاية على الأنبة والكرفتة
الفرصادة، كل الزرع اللي هني حاطتنه زراعتي الخفيفة البسيطة كلها سويت لها رماد، كله سويت له رماد، كله خطفت عليه. توني ما شاء الله ماخذة قلعة كمية من الطماط ما شاء الله تبارك الرحمن. عاد واي كمية واحدة من هلا الغضات وخلاص عاد بقلع عقب الطماط خلاص من يروح، بس ما هين علي ان بعد في شيء ننتظر. شوفوا ما شاء الله الفلفل خلاص من يحمر عاد ببدأ أقلعه، وبسوي نفس الطريقة اللي سويتها القبلية، جمعت كل الفلفل اللي عندي يبسته وحمرته وطحنته، سويته فلفل أحمر ميروش ما يحتاج عاد. خلصنا كمية البيض سويت لها رماد تبارك الرحمن. أقلعه الرحمن شوفوا الصغيرون إن شاء الله يكبر ونستمتع بطعمه. بعد متابعيني اللي كان وياي لما زرعت بذور الفيفاي شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن كيف طلع ما شاء الله. عندكم هذا هني وهذه شتلة وهذه ما شاء الله تبارك الرحمن. حطيت لكم خطوة بخطوة كيف سويت التربة وكيف زرعت البذور بذور الفيفاي. عاد انتظر انه تتقوى الجذور ومن بعده عاد انقل يا فأصيص أكبر يا عد على طول التربة المستديمة. أيضا لما زرعنا بذور الباذنجان هذا شوفوا ما شاء الله كيف طلع بذور. أنا كنت زارعة بذور الباذنجان وبذور الكوسة في نفس الوقت، الكوسة ظهرت على طول، الباذنجان شوية خذت وقت. هذه هي الحين البذور الباذنجان لما زرعناها كيف صارت، والبذور الكوسة لما أظهرت نقلتها على طول التربة المستديمة براويكم إياها. هذا هي الكوسة زرعتها بنفس الطريقة، زرعتها في الأصيص بذور نفس البذور اللي كنت قلت لكم أبيعهن، الكوسة الباذنجان والطماط والنعناع، نعناع براويكم اياه والنعناع ايش زرعت بعد، والبقدونس كل ما شاء الله ظهر عندي من البذور اللي راويتكم اياها وبعتهن ما شاء الله ما ادري كم كميه بعت تبارك الرحمن. هذه الكوسه نقلتها الى التربه المستديمه مثل ما انتم شايفين، وشوفوا ما شاء الله جمال النعناع. بس مجرد انه احط ايدي كذي تعالوا شموا الريحة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. النعناع صراحة يفوز، هذا أيضا من البذور اللي زرعناها بذور النعناع. الحين كل ما بغيت أسوي شاي أي أقطف بعد ما يهون علي أقطف ورقة ورقة، أبى أسوي سلطة نفس الشيء لأن ما شاء الله ما شاء الله وايد حلو هذا النعناع ما شاء الله. شوفوا كيف صار، شوفوا كيف صار ما شاء الله النعناع. وهذا البقدونس أيضا من البذور شوفوا ما شاء الله حتى الآن وين واصل تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله. هذا زرعت لنا قبل وعقب بعدني زرعت في أصيص ثاني هذا الأصيص وما شاء الله شوفوا كيف ظاهر تبارك الرحمن. هذا عقب عقب وعقب زرعته قبل الأصيصة هذيك، فحلو نزرع شيء في البيت وسبحان الله ونستخدمه في الطبخ على طول، اقطف واطبخ. وهذا البقدونس تبارك الرحمن. وعاد الحين اللي بيسوي الرماد ما بيتعايى من هين يبه ما شاء الله، حفر الشواء حدث ولا حرج، طالعين من عيد والحفر الشواء ما شاء الله متروسه فحم رماد. ضايلوا لكم حسب الزراعه اللي عندكم، فيونيه فقريطيسه اذا عندكم لطشونه من الشير، وسقوع يا ان ترشوه كذي مثل ما خبرتكم يا ان تخلطوه ويا الماي وغذوا الشير مالكم. انا ان شاء الله بعد 10 ايام بعدني بسمد الزراعه باذن الله تعالى، بسمدها
سماد عضوي ولا فخري ولا سمكي إن شاء الله تعالى.